صعادة قوية جدا عند كل جمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولين العرب بنتيجة 2-1 في مباراة سخنت في لحظاتها الأخيرة. خلينا أكلمكم على كواليس المباراة اللي كان بدايتها واضح التركيز الكبير جدا والتوجيهات المستمرة على الكابتن شوقي غريب اللي واقف باستمرار بيزعق للاعبته كتير جدا وبيكلم لاعبته بشكل مستمر وبيقف من أكتر من وقت كده يتكلم مع أكتر من حد من مساعديه في أثناء المباراة. واضح اللي هو مركز النهاردة، واضح اللي تعليماته ما بتنتهيش للاعبته أثناء المباراة. مستر كولر واقف مركز بشكل كبير جدا على طول، الطلب المستمر ليه والطلب الدايم ليه هو عمليه نقل الكوره، وبيطالب لعيبه الاهلي بنقل الكوره بشكل مستمر، وعلى طول ماسك في ايديه القلم والورقه وبيدون كل حاجه. النهارده بيحضر جمهور من ناشئي كده المقاولين العرب اللي حاضرين في المدرجات واللي بيهتفوا للمقاولين وبيدعموا لعيبه المقاولين بالهتاف الكبير جدا اثناء اللقاء. وده اللي بيعمله بقى جمهور الاهلي المتواجد اللي بيهتف وبيدعم لعيبته من اول لما دخل لارضيه الملعب، وهو بيهتف وبيدعم اللاعبين بشكل كبير جدا، هتافات ما بتتوقفش ودعم مستمر من كل جمهور الاهلي النهارده لكل لعيبتهم. واضح التفاعلات القويه جدا والحديث المستمر ما بين كابتن خالد بيبو وما بين حكم المباراه اللي بيبدا يروح له بقى الحكم الرابع ويتكلم معاه ويطالبه كده بالهدوء، وبيبدا برده الحوار المستمر دوت يظهر ما بين دكه المقاولين العرب وما بين الحكم الرابع اللي من وقت للتاني بيبدا يطالبهم بالهدوء، يطالبهم يعني اللي يكون حد بس اللي متواجد على الخطوط، ما يكونش اكتر من شخص متواجد على الخطوط. لكن خليني اقول لكم الاجواء بدات تشد بشكل كبير جدا وبدات الاوضاع تتغير على دكه المقاولين العرب بسبب غضب كابتن شوقي غريب على اداء اللاعبين ويعني توجيههم العنيف او توجيهه العنيف ليهم كده بشكل كبير جدا. واضح عمليه القلق على مسؤولي الاهلي المتواجدين في المدرجات واللي كان موجود الدكتور محمد شوقي والكابتن عمرو فاروق اللي متواجدين واللي باين عليهم القلق والتركيز الكبير جدا النهارده. لكن خليني اقول لكم الوضع اتغير خالص اول لما احرز طاهر هدف الاول الاهلي في نهايه الشوط الاول من المباراه، وبدا بقى السعاده الكبيره جدا تظهر على كل دكه الاهلي، وبدا كل لاعبي الاهلي يروحوا عشان يحتفلوا مع طاهر بالهدف اللي باين عليه السعاده وباين عليه الاحتفال الكبير جدا. لحظه الهدف الصدمه والانفعال القوي جدا بدا يظهر على الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولين العرب اللي انفعل بسبب يعني ان الهدف جه كده في اخر دقيقه في الوقت بدل الضايع من الشوط الاول. بدا يظهر اللي هو متضايق جدا وبدا يظهر اللي هو غضبان، وبدا يكون في حوارات بقى ما بين لاعبي المقاولين العرب البدلاء كده على الدكه وبداوا يتكلموا مع بعض. طبعا كان واضح ان هم متضايقين جدا من الهدف اللي جه في اللحظات الاخيره من الشوط الاول، وده اللي واضح بقى اكتر بعد ما انتهى الشوط الاول. كل اللعيبه دخلت لغرف الملابس الا كده كابتن شوقي غريب واكتر من حد من دكه المقاولين العرب فضلوا قاعدين على الدكه. اتاخر كابتن شوقي غريب قعد اكتر من 5 دقائق على الدكه كده لحد لما دخل لغرف الملابس. كان واضح ان هو متضايق جدا وكان واضح ان هو غضبان جدا من الهدف اللي احرز في المقاولين في اللحظات الاخيره من الشوط الاول، كان عايز يخرج بنتيجه التعادل في الشوط الاول. لكن خليني اقول لكم طبعا الشوط الثاني واضح بقى الدعم وواضح الهتاف الكبير جدا من جمهور الاهلي المتواجد في المدرجات اللي بيهتف بشكل كبير وبيدعم لعيبته بشكل قوي جدا. واضح التعليمات بقى الفنيه المستمره من الكابتن شوقي غريب اللي واضح عليه التفاعل الكبير. لكن خليني اقول لكم ان النهارده بدا عبد الرحمن لاعب المقاولين العرب يتعرض كده او يعترض بشكل كبير بعد خروجه، بدا يظهر عليه الغضب كده اثناء تغييره في الشوط الثاني، وبدا يقعد كده وبدا اكتر من حد من دكه المقاولين يتكلم معاه. لكن بدات بقى الاجواء تشد وبدا يكون في توجيهات خاصه من الكابتن سامي قمصان اللي كان بيروح يدي التعليمات الفنيه للاعيبه الاهلي اللي بيتم استبدالها. وقف مع ديانج وبدا يتكلم معاه وبدا يتكلم مع لعيبه الاهلي كده قبل ما يشاركهم وقبل ما يتم تغييرهم النهارده في الشوط الثاني. لكن لحظه التغييرات ديت بقى بدا محمد مجدي قفشه هو اللي يظهر عليه الغضب والغضب والانفعال الكبير جدا بعد ما تم تغييره، وبدا على طول يظهر اللي هو متضايق رغم ان مستر كولر راح لقفشه اثناء تغييره كده لما لقاه طالع متضايق من ارضيه الملعب. لكن قفشه كان واضح اللي هو متضايق وقعد وبدا يزعق كده اثناء جلوسه على الارض، وبدا اكتر من حد من لعيبه الاهلي يروحوا يتكلموا مع قفشه عشان يهدوه. ده اللي خلى خالد عبد الفتاح بدا يعني يعتذر لمستر كولر اول لما لقى بيبص لقفشه وبدا يسال يعني قفشه يقول له في ايه، وبدا يكون في حوار خاص بقى ما بين قفشه وما بين مستر كولر اللي قال له يعني انت بتزعق ليه، وبدا قفشه يقول له يعني ده كنت بنفذ تعليماتك وبنقل الكور. بدا يعني مستر كولر واضح عليه اللي هو مش عاجبه اسلوب اعتراض قفشه، وبدا يبص للملعب تاني، وبدا الدنيا تهدا لحد ما على الدكه لما بدات اللعيبه تتكلم مع قفشه عشان يهدوه. باين بقى طبعا التفاعلات القويه جدا على دكه المقاولين العرب، وبادئ بقى او باين النهارده حرص اخو اوفا كده حارس الاهلي النهارده اللي بيحرص عليه الاهلي النهارده اللي هو يكون متواجد النهارده اخو مصطفى شوبير في المدرجات، رغم ان هو ملوش ظهور كتير مع مصطفى شوبير لكنه كان حريص اللي هو يكون متواجد عشان يعني يأزر اوفا النهارده من المدرجات اثناء قيادته او تواجده في الحراسه الفنيه للاهلي النهارده. طبعا النهارده
واضح السعاده، واضح الارتياح، واضح بقى السعاده الكبيره جدا على كل دكه الاهلي اول لما احرز الهدف الثاني للاهلي. السعاده بدات تظهر على الجميع والارتياح بدا يظهر على كل لعيبه الاهلي النهارده. الارتياح ده ما دامش كتير بسبب ركله الجزاء اللي احتسبت للمقاولين العرب، رغم ان ما كانش في احتفالات على دكه المقاولين العرب بعد احراز ركله الجزاء، لكن الشباب الصغير للمقاولين العرب هم اللي احتفلوا وهم اللي كانوا موجودين كده في المدرجات احتفلوا وكانوا واضح عليهم السعاده. لكن ضربه الجزاء ديت سخنت الاجواء جدا وخلت الاجواء شدت جدا. كابتن شوقي غريب واقف بقى وبيتفاعل كتير جدا وبيزعق بشكل مستمر وباين عليه التفاعل القوي جدا، وده اللي ظاهر كمان على دكه الاهلي. بدا قفشة يقوم وبدا يتكلم مع لعيبه الاهلي في ارضيه الملعب وبدا يناديهم ويطالبهم بالتركيز النهارده، وبدا بقى مستر كولر واكتر من حد امام عاشور وكل لعيبه الاهلي واقفين كده وبيتكلموا مع لعيبتهم، وبدا طبعا التفاعل الكبير جدا عليهم. اللحظات الاخيره ديت كانت لحظات شد عصبي قوي جدا على كل دكه المقاولين اللي واقفه بالكامل بتتفاعل، وبدا بقى الاعتراض الكبير جدا يظهر عليهم اول لما شافوا ان هم ليهم ركله جزاء ثانيه. كل واقف والكل بيعترض والكل بيطالب الحكم بالرجوع للفار، الفار كابتن شوقي غريب وكل دكه المقاولين العرب وكل اللعيبه المتواجدين على الدكه كلهم واقفين وكلهم بيعترضوا وبيطالبوا بالرجوع للفار. وبدا على طول الحكم الرابع يقول لهم يعني لو في حاجه هيتم استدعاء حكم المباراه، لكن طبعا انتهت اللقاء كده في اللحظات الاخيره. بدا على طول بقى يظهر الحزن على كابتن شوقي غريب والسعاده باينه على كل جمهور الاهلي اللي بدا يهتف لمصطفى شوبير بشكل كبير جدا، وبدا مصطفى شوبير يرد عليهم الهتاف يعني ويسقف لهم كده، وبدا يسجد وبدا السعاده تظهر عليه، وبدا يكون في دعم النهارده من مستر ميشيل اللي بدا يتوجه له مدرب حراس الاهلي عشان يدعمه بعد انتهاء المباراه بفوز الاهلي النهارده. طبعا اكتر من حد من لعيبه المقاولين العرب بداوا يتوجههم ويروحوا يتكلموا مع حكم المباراه النهارده اثناء خروجه، وبدا يكون في حوار ما بينهم وما بين حكم المباراه النهارده اللي بدا يخرج كده ويقول لهم ان لو كان في حاجه كان الفار قال لي عليها. يعني النهارده بنقول لكل لعيبه الاهلي وكل جمهور الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على المقاولين العرب بنتيجه 2-1، وهارد لك لكل لعيبه المقاولين العرب وكل مسؤولين حكم المباراه اللي اتكلموا مع حكم يكون في